قال لي هحشرها بقى دي جبنه قريش. وجبنه قريش بصوا هي دي كده البيتزاية، العجينة بتاعتها خلاص اوكي، الصلصة على النار لسه شغالة خلاص كده حلو. معلقة الزعتر الناشف دي بتفرق جدا جدا في صلصة البيتزا، جدا تفرق بقى بين بيتزا بيتي وبيتزا انتي شاريها من بره. عملناها ازاي الصلصة دي؟ هنقول تاني عملنا الصلصة دي ازاي. عملنا الصلصة دي بعصير طماطم، حوالي قولي كيلو من عصير الطماطم، عليه معلقه كل كوبايتين يعني ثلاثه زي بعض، ثلاث كوبايات من عصير الطماطم حلو، عليهم معلقه من الزعتر كبيره، معلقه من الثوم، ربع كوبايه من الزيت، ملح وفلفل وخلاص على كده، والزعتر طبعا معلقه الزعتر بس، واسيبها على النار تغلي لغايه ما تتسبك ايه يبقى ليها سمك كده، نص تسبيكه كده حلو. حلو الكلام. الحشوه اللي هحشيها دلوقتي هي انا عندي جبنه قريش كده جنب عشان هستعملكوا تاني، جبنه قريش اهي الكميه اللي انت عايزاها، عليها الخلطه اللي عاملها لكم بقى اللذيذه دي، عليها جبنه موتزاريلا كده بتوفر معايا جبنه موتزاريلا جدا، يعني مثلا لو جبت ربع كيلو جبنه قريش احط عليه قولي اقل نص كوبايه او اكتر شويه من اقل من كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، والاتنين مع بعض اخلطهم كده، الجبنه القريش مع الموتزاريلا الاتنين مع بعض بقى بيعملوا ميكس حلو جدا، وعليهم بقى معلقه كمون كده كبيره وسنه شطه، شطه والكمون طبعا ده اختياري، واحط لها الزيتون حلقات او مفروم عشان يديها الحدوقيه الحلوه، ما تكتريش طبعا عشان ما يبقاش حادق، وافرم ده كله مع بعضه اهرسه بالشوكه حلو جدا او بالكبه، يعني ممكن تعمليها بالكبه عادي برده بتبقى حلوه، اهرس قوي قوي واخلط كله مع بعضه، جبنه مع كمون، جبنه موتزاريلا، مش عايز تحطي جبنه موتزاريلا وتخليها جبنه قريش بس ماشي، بس ضيف لها شويه لبن، يعني حط لها ايه يعني على الربع كيلو نص اقل من نص كوبايه لبن، ربع كوبايه لبن كده اضطريها بيها بس، ماشي الكبشه، واروح واخده بقى من الصلصه دي كده واروح حاطه على الجبنه دي، طبعا الكبشه بتبقى حسب الكميه، صلصه البيتزا على الجبنه الموتزاريلا مع الجبنه البيضة القريش مع الكمون والشطه والزيتون اهي، ممكن ناخد حبه كمان بس مش عايزه اخلصها علشان لسه عندنا ايه وصفه كمان بالصلصه، وهروح منزله بقى هنا مش هحتاج لاحط ايه وش ولا ظهر، هي كده بس كده، وافرد على العجينه حلو كده بس، وادخلها الفرن، ادي حشوه من الحشوات، ممكن نعمل لها ميني بيتزا، ممكن نعملها بيتزا كبيره زي ما انت عايزه، وهتمسك نفسها وتبقى ممتازه جدا، غدا عشاء مدرسه اي حاجه ماشي.